هلا والله فيكم، انا ليس رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه احنا بلعبه روبلوكس في عالم الهروب من الدكتور الشرير. فبس قبل ما نبدا، مشاهده ممتعه للجميع ويلا نبدا. بسم الله يا جماعه، هسه لازم نظل ماشيين مباشره ونلحق الاسهم علشان نقدر نهرب من الدكتور الشرير. فيلا مباشره، شوفوا الدكتور يا جماعه، الدكتور هنا تمام، بس بدناش نحكي معه لانه الدكتور يعني زي ما انتم عارفين الدكتور هذا راح يقتلني اذا حكيت معه وهيك اشي. فشوفوا كيف في انا شخص يعني الدكتور قاتله وحاطط فوقيه منشار، وهنا نفس الشيء، فلازم انتبه من هذا الدكتور الشرير. فيلا مش مشكله، خلينا هسه نضل ماشيين لقدام ونلحق هذا السهم، فيش اشي هنا ورا. ويلا مباشره مباشره، هذا النط ونط على هذا الباركور ونط على هاي البلوكات تمام، وهيك عدينا من هذا المكان اللي ورانا تمام. او في هناك كمان ناس زيي بعدوا هذا المكان، لازم ننتبه هسه من الليزر تمام. الليزر بيطلع وبينزل تمام، كويس كويس والله، اخر حبه ليزر وهيك خلصنا من الليزر. فانا سهم بقول لنا روح هناك على اليمين، وش وكاي ابصر كيف عديت منين بصراحه، على البركه يعني ابصر كيف عديت، لانه حاسس كثير صعبات تمام. هيك عديت منهن يعني الحمد لله، عديت من هدول الشوك، ولا كانوا هدول الشوك راح يقتلني وكنت راح اموت تمام. انا المكان ما في شغلات هنا، خلينا مباشره نمشي من هذا المكان الخشبي، وفي ماده هنا خضراء فلازم ننتبه منها، بلاش الماده هاي تقتلني. انتبهي ليث، او متت متت مباشره زي ما قلت لكم، الماده هاي لازم ننتبه منها، لازم استناها. والله لما جتني شوي فلازم انتبه منها، في حال اذا طلعت لازم امشي بسرعه 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 مباشره. ونط انا هيك والحمد لله عدينا من عند هاي الماده الخضراء، ونضلنا ماشيين لقدام وننتبه من القزاز. القزاز هذا متت مباشره، لازم ننتبه من القزاز. اوكي عديت من هذا المكان تبع القزاز، وفي هنا شخص ما علينا، وقلنا لازم نمشي من هذا الباب لانه في سهم هنا، بس انه للاسف هذا الباب بيشتغلش، شكله لازم نمشي من هذا الباب تمام. اوه في ليزر هون لازم ننتبه، والليزرات هذول نيجي من النص هنا ونيجي من هنا مباشره. سامعين صوت كهرباء؟ في صوت كهرباء يعني شورت كهرباء وهيك، لازم هنا نيجي مباشره ونيجي هنا هيك ننتبه، ننط هنا على الطاوله وننط هنا على الكراسي. طب والدكتور يعني انا خايف الدكتور الاقيه قدامي. اوكي في شوف الشخص هذا الدكتور شو عامل فيه، شخصين يعني، وش البنت هاي طلع للبنت هاي شو عامل فيها الدكتور هذا الدكتور الشرير، يعني راح كثير كثير يعذبنا اليوم تمام. هاي الاماكن مسكره، خلينا نطص على الكفات الايدي اللي بيلبسوها الدكاترة. يلا مباشرة نط هنا، معقول كل هذا مستشفى لهالدرجة كفة الايد اكبر مني؟ اوه لازم ارجع ايد من اول، لهالدرجة كفة الايد يعني كثير كبيرة، فمش مشكلة. خلينا نيجي هنا ننط ونط هنا مباشرة نمشي لقدام ونشوف شو فيه. اوكي هنا بقولنا بالسهم لازم نطلع على ماسورات الحديد، يلا مباشرة نطلع على ماسورات الحديد تمام. نيجي هنا هيك ونمشي مباشرة زي هيك تمام، ونعدي من هذا المكان ندخل جوا، ونظلنا داخلين هيك برضو كمان. يلا متى راح نلاقي الدكتور الشرير؟ متخيلين الدكتور الشرير يعني كل هذا المستشفى تحت يعني امره يعني هو مسيطر على المستشفى وهيك اشي. فيلا نشوف شو راح نعمل هنا، في باركور ننتبه من شو اسمه، مش باركور هذول، ننتبه من الكتب هاي على الارض والسجلات. متت من شويه سجلات، تخيلوا انا اموت من شويه سجلات طبيه. فيلا ما علينا نمشي من هنا، اوكي هيك عدينا هذا المكان، والماده الخضراء هاي ننتبه منها تمام. ونيجي هنا هيك خلصنا، شوف شوف يعني. سامع صوت مناشير، اوه المناشير هاي، وانا كيف بدي اعديها؟ هو الدكتور هانا يوم جاي يقصني قص يعني حرفيا، جاي يذوبني، حاط لي مواد كيماويه وجايب لي منشار بده يقصني قص فيهن، وحاط لي كهرباء وابصر شو. اسمع صوت المنشار، اوكي لازم ننتبه منه، صوت المنشار وننتبه من هالصوت تمام. الحمد لله عدينا من عند المناشير هذول، ولا كنا راح نموت فيهم متخيلين. يلا مباشره نمشي من هذا المكان، وانتبه انتبه يا ليت، انتبه 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 انتبه. والله عشوائي بصراحة، أنا زبطة معي زابطة بصراحة، بلعب عشوائي وزبطت معي، لأنه فيش إشي اسمه عشوائي بهيك مواضيع، في إشي اسمه تفكير، بس أنا الحمد لله بفكر زي الناس وبعرف ألعب هيك مواضيع تمام. أوه أفخخ الحيوانات والمصايد، لحظة خلينا نلمسها ونشوف شو بصير. أوه متت، انضربت على راسي، أوكي. بس على فكرة أنا مو حيوان يعني إنه آجي عليها، أنا بشري، أنا بشري صدقوني، أنا بشر، أنا مش حيوان، أنا مش حيوان، أنا مش فريسة إنكم تفترسوني.
ايه انكم تصيدوني، عفوا شو تفتبسوني، انكم تصيدوني تصيدوني. او صدقوني ما لمستها، في غش في الموضوع. خليني اجي، يمكن لازم انط. يعني انا مسهل علي ليش الوضع، لازم تنط وخلص، فيش داعي تغلب حالك، تمشي من بينهم، لا تعمل حالك يعني اذكى من هيك. اوكي مباشرة خلينا ندخل هنا وننتبه من هاي المادة. اوكي نيجي من هنا مباشرة ننتبه، نستنى المادة، اذا باجي من هنا بتموتني المادة مباشرة، نستناها لعند ما تروح احسن لإلي. يلا لعند ما تروح هاي المادة الخضراء، المادة الكيماوية الغريبة. وقعت تحت، المفروض اروح على السهم صح ولا لا، ولا انا غلطان؟ اوكي هنا لازم يقولنا هايد ان اوبن كيلز. اوكي خلينا نشوف هسه وين بدنا نروح، وبدناش نحكي انا معهم. وخلينا نشوف، ودكتور وين؟ وين الدكتور الشبيب؟ تعال يا دكتور، والدكتور الشبيب هيو، تعال تعال. اوه جالي 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 الدكتور الشبيب. تمام يلا خلنا نهرب، خلنا نهرب منه، خلنا نهرب منه، خلنا نشوفه عن قريب. والله شكله غريب، مباشر خلنا نهرب. والله سريع، والله سريع سريع جدا الدكتور، والله كثير سريع. لا 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 تخلوش يلمسك، تخلوش يلمسك، كثير سريع. انا فكرته بطيء، قلت خلنا اقرب عليه، طلع مش لازم اخليه يقرب علي. انتبه انتبه يا ليث، خلنا يجي مباشر على الحفرة، على الحفرة. والحمد لله وقعت، تخيل يمسكني وانا بالحفرة، والله اشي غريب راح يكون انه هيك، وحكون متت اغبى موتة في التاريخ. يلا مباشرة نطلع لفوق ونيجي هنا على السهم هذا، وندخل هذا الباب ونشوف شو راح نلاقي فيه. وفيه انا سايب كمان، والكهرباء، والله انكم غريبين. الكهرباء هسه متت يا اخي، انتم غريبين، في حدا بحط كهرباء في المستشفى زي هيك سلاك على الارض؟ يلا مباشرة ونيجي هنا. برضه ننتبه، ننتبه من هدول. لا لا متت، متت مباشرة. ليث تتسرع ايش، وسامع صوت اشي. كيف متت؟ صدقوني ما متت، في اشي غريب. تمام نيجي هنا بالضبط وننتبه، نيجي هنا. والله متت بسرعة، لازم انتبه لانه بموت قاعد بسرعة انا شايف. نيجي يا اخي، ممكن ممنوع المس العمود حتى، هذا ممنوع المسه. تمام انا بلمسه مش عارف ليش بصراحة، فلازم نيجي هنا نط. اوكي بقدر انط من فوقي، من اول كان قلت اني بقدر انط. تمام يلا مباشرة، اوه في سلم، لحظة خلينا نيجي على الباب، لا الباب مفتحش. نيجي مباشرة على السلم ونطلع لفوق زي هيك. تمام في هنا اشي لازم ننط عليه. اوكي شو هاي الحفرة، ننط عليها مباشرة ونشوف وين راح تنزلنا. نزلتنا على مكان تحت الارض، يعني تحت تحت. نطلع على هاي الماسورة ونظل ماشيين مباشرة، ونمشي على الماسورة الثانية هاي. اوكي ننتبه، ننتبه. اوكي في شكله من هذا المادة او الدخان، ننط هنا مباشرة. اوكي لازم نستنى الدخان هذا لعند ما يروح، ما بدي اجازف، ما بدي اعيدها من اول مباشرة، وننط هنا. كويس هيك والله، ونظل ماشيين على الماسورة الثالثة. وكويس هيك عدينا الماسورة الثالثة، ويلا في سلم خلينا نطلع عليه ونشوف شو في فوق مباشرة. نطلع السلم فوق ونشوف ايش في. اوكي إيه خلصنا من هذا المكان، وطلعنا، طلعنا من تحت. تمام يلا مباشرة نظل ماشيين مع الاسهم. خلينا نيجي هون، بنقدر نيجي هون؟ لا بنقدرش نيجي، شكله لازم نلعب اجباري الباب كوب هذا. يلا مباشرة نلعب هذا الباب كوب. تمام يلا مباشرة نلعبه زي هيك. كويس والله إيه، في من هنا ما فيش مجال امشي من هنا برضه. يلا مباشرة نيجي هون هيك. تمام كويس والله عديت من هذا المكان، ويلا نيجي من هذا المكان نعدي طول المادة الخضراء هاي. المادة الخضراء هاي جدا يعني متوهجة، وممكن يعني تشوهني او تقتلني وهيك اشي. فمباشرة وقلنا خلينا نيجي من هناك، يلا بسم الله خلينا نيجي. اوكي شو صح يصير هون، فيش اشي ورا. اوكي خليني مباشرة نمشي هنا نطو، متت. طب ما هو كان قلت لي اني بقى معي سبيد مثلا عشان اقدر استفيد منه. يلا مباشرة نيجي هنا وننط هنا، مباشرة ننط هنا. تمام وين لازم نروح هسه، نيجي هنا ننط. اوكي نيجي هنا، كويس والله هيك احنا خلصنا العالم، وهيك احنا هربنا من الدكتور الشرير. فإلى هنا يا جماعة وصلنا نهاية هذا الفيديو، أتمنى إنه هذا الفيديو يعجبكم. واليوم هربنا من الدكتور الشرير، يعني بصراحة يعني كان يعني سرعته مش طبيعية وهو يلحق فيا. وبس كان معكم ليث جيمنج 0000، ومع السلامة.